عندنا مثل أهل بغداد يقول اللي يشوف الموت يرضى بالأسخونة، مو هم هنا ما شافوا وشفنا هناك، لو شايفين شفنا هناك كان سكتوا. Jetty, she's there, she's there. Hi, my name is Venus Sadik. Today my niece, Nadia Sadik, came from Iraq. We are so excited. We haven't seen her since 30 years, since we left the country 30 years ago. It's been a while. And we are so excited and would like to thank the United Nations for this humanitarian gesture for the refugees. We thank them very much, and now the family is all together. أكيد كانت لحظات صعبة. تم اختطافي في بغداد في منطقة الدورة قرب الدير الكهنوتي يوم السبت 16 سبتمبر 2006. جوي هوي يعني قاموا يخطفون اصلا على الهويه بذاك الوقت، كانوا بس يشوفون الهويه مالته بانه هو مسيحي او اي طائفه اخرى كانوا يخطفوه، واللي كان ينخطف بالموصل اصلا ما كان يرجع يعني. فانت بالنسبه احنا كمسيحيين دا احكي لكم مسيحيين منتهين، احنا ما نعرف انه يعني اكو بداخل البيت واحنا موجودين كانوا اكو 6 اشخاص بداخل البيت واحنا ما ندري. الساعة 4 ما أشوف إلا رشاش براسي قوم. المهم طلعنا وراها، هو طلع كان يقول لو تطلعون من البلد لو تنقتلون. فدخلوا قلت لك دخلوا علي ضربوني وخلوا مسدسات براسي كلهم، بس الحمد لله يعني نجيت من هاي الشغلة. أكيد واحد من عز أصدقائي الأب رغيد قلني، كنا درسنا سوية بإيطاليا 7 سنوات، رحنا سوية ورجعنا سوية العراق، قتلوه بعدي تقريبا سنة. أكيد واحدة من الأشياء اللي خلتني متمسك أو عندي أمل كبير إنه كنت دائما أصلي للعذراء، إنه أقول أكيد كنت متأكد وواثق إنه كثير ناس ليصلون بعد اختفائي 3 أيام ليصلون من أجلي. وفعلا استخدموا الذكرة يعني كل زين سكينة وعالنار وبدوا على جسمي يعني بالسيارة، ضربوني وفلشوا السيارة علي إيه من ضمنها هاي لقيت الضارب وياهم هاي طلقات هاي رجلي من هاي ضربت يعني هم يجيبوا لي اكل انا ذكر يعني كل زين يجيبوا لي اكل على سندويش واحد باليوم يعني بس المشكله مو هنا انا بدي احكي لك احنا بشهر اب يعني خلينا نقول عليه اوغست اوكي اوغست وبالعراق يعني 55 ديجريز سيليزيه اوكي يعني تقريبا 140 فهرنهايت يعني هنا انا متاكد انا مشهور يعني من الكلام هذا فاضطريت تقريبا مده بس شنو انا يعني شوية خلينا نقول يعني بالضبط يعني صارت عندي الحياة هناك صفر صفر. هو خطف خلال 20 يوم كانوا يومي يعذبوه ويخابرونه طبعا يسمعون كلام ما أعرف شلون بأنه أنتم مسيحيين وأنتم نصارى أنتم دخلتوا الأمريكان وأنتم قتلكم وذبحكم حلال هذا كل شيء. فبنفس اليوم اللي قالوا لها لأمي تعالي هما اصلا كانوا قاتلين والقتل مالته كان اصلا يعني مو طريقه لا مسدس ولا شيء كانوا اصلا ذابحين ذابين هناك
وخالين الجثة مالته يعني جسمه بجهة وراسه كان بغير جهة، يعني ما كنا نعرف احنا. طبعا جثة باقي 3 ايام ما كانوا يقدرون يشيلوها لان كانت المنطقة كلها محاصريها الارهاب، لان دا ينتظرون احد يجي دا يقتلوه، يا هو يجي ياخذ الجثة يقتلوه. يعني بحيث قاموا يذبحون المسيحيين ويصورونهم فيديو، قاموا يبيعوه بالشارع بالسيديات بالشارع، بيعها تشتريها بنص دولار. اخير شيء اجاني تهديد، يعني يعني باب البيت ورقة على السيارة بين دير بالك حياتك خطرة انت واطفالك. يعني مسيحيين شوف جاره هو كان مسلم 30 سنة عايش وياه، صارت هاي الاحداث المسلم قتل المسيحي، ليش هذا 30 سنة كان عايش وياك؟ هاي اذا نعيش هالعيشة هاي ما نعرف ايش صاير بالعدنا وشنو احنا ما نعرف. احنا صح لاجئين جينا بس ما حد تكفل بينا، هناي مشيقنا جينا عليها اشغال ماكو. اي وين ما ندق الباب انت عمرك كبير، انا عندي اطفال لو باقي مقتول هناك اشرف ما اجي هنا. زين انا كيف راح اكون، كيف راح اكيف وضعي؟ زين لشغل ما اقدر اشتغل، ايجار ما اقدر اجر، يعني كيف؟ بعد انا كنت امر لي 128 عامل قمت امسح مرافق هسه. فاني يعني ردت هذه انه يوصل صوتي، يعني انه لازم اكو فد مساعده. ولو الخطوة الأولى أنه يصلون لأجل أنه يعم السلام والأمان والاستقرار بلدنا العزيز العراق. نحتاج إلى صلوات كثيرة مثل ما قلت مرات، نحاول نعمل بس يمكن الصلاة أو الله يعمل أكثر من عندنا.